نشرة الأخبار نقدمها لكم من شاشة الفجيرة نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البداية دائما بالعناوين محمد بن راشد يشهد حفلة تخريج الخمسين في إكسبو 2020 دبي خلال استقباله رؤساء الدوائر المحليه حمدان بن زايد يؤكد حرص القياده الرشيده على توفير الحياه الكريمه وفرص العمل لابنائها المواطنين. والامارات الاولى عالميا في الاستثمار العقاري للمقيمين. اهلا بكم اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه سيبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم حيث تفقد سموه أمس ضمن متابعاته الميدانية مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرة ودون سموه أمس تعقيبا للجولة التفقدية عبر حسابه الرسمي في تويتر ضمن متابعات الميدانية اليوم أي الأمس تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميره، مسار جميل نضيفه ل 520 كيلو متر من مسارات الدراجات الهوائيه في دبي والتي تمر على اجمل معالم المدينه. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينه الافضل للعيش في العالم باذن الله. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس في ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي حفلة تخريج الخمسين بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن احمد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من اصحاب المعالي والسعاده اولياء الامور والزوار من داخل وخارج الدوله العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم والزائر بسواعدكم وجهودكم تكتمل مسيرة النماء نحو نصف قرن جديد من العطاء والتميز وبعقولكم وأفكاركم نؤكد مكانة الإمارات نموذج ملهما للمجتمع الآمن المطمئن نبارك خطواتكم وتفوقكم ونرجو لكم مزيدا من التوفيق في أداء رسالتكم الوطنية السامية بهذه العبارات هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله الخريجين والخريجات خلال الحفل الكبير الذي أقيم أمس في ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي تحت مظلة وزارة الداخلية بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي ويحمل شعار حفل تخريج الخمسين تزامنا مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها وشمل الحفل تخريج 706 طلاب وطالبات، منهم 422 خريجًا من كلية الشرطة بأبو ظبي، إلى جانب 256 خريجًا من أكاديمية شرطة دبي، وكذلك 28 خريجًا ومرشحًا من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. كما بلغ عدد الخريجات من العنصر النسائي 76 خريجة هذا العام، وتضم هذه الكوكب خريجين من أكثر من سبع دول شقيقة وصديقة هي: السعودية البحرين عمان الأردن فلسطين جزر القمر والبوسنة والهرسك وخلال حفل تخريج الخمسين كرم الفدك سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أوائل الخريجين من كليات وأكاديميات الشرطة على مستوى الدولة والحاصلين على سيف الشرف هذا وشمل الحفل تقديم أول عرض عسكري للمرشحات من الشرطة النسائية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية والعروض التقنية وعروض الإضاءات المبهرة وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد تفقد سيارة غياث التابعة لشرطة دبي ثم سلم سموه وسام الطيران للملازم ثاني طيار دانا المازمي من شرطة دبي والملازم ثاني طيار مهرة بن حماد والتقدت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صورة تذكارية مع ضباط شرطة دبي كما التقطت لسموه صورة تذكارية أخرى مع ضباط شرطة أبو ظبي والشارقة أكد سمو الشيخ حمدان بن زاد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لأبنائها المواطنين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بقصر النخيل عددا من رؤساء الدوائر المحلية في أبو ظبي وممثلين عن القطاع الخاص عقب التوقيع على مذكرات تفاهم بين ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مع دائرة الإسناد الحكومي في أبو ظبي واتصالات والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين في منطقة الظفرة خلال استقبال سموه عددا من رؤساء الدوائر المحلية في أبو ظبي وممثلين عن القطاع الخاص، أشار سمو الشيخ حمدان بن زيد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تعد خيارا استراتيجيا ينتهجه الديوان تجسيدا لمبدأ المسؤولية المشتركة في دعم مسيرة التوطين، مؤكدا سموه حرص الديوان على العمل والتنسيق مع الأطراف كافة لتأهيل وإعداد وجذب ورعاية المواهب الإماراتية واستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات وتجهيزهم بالإمكانات والمهارات اللازمة ليكون لهم دور فاعل في مسيرة التنمية بالدولة. هذا وكان ديوان ممثل الحاكم في منطقة من الظفر قد وقع مذكرتي تفاهم مع دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي وذلك في مقر وزارة شؤون الرئاسة بهدف تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين وبرنامج التوظيف لدى مركز اتصال حكومة أبو ظبي في منطقة الظفرة، حيث تهدف المذكرة الأولى إلى رسم أطر التعاون بين الطرفين لدعم مبادرات التوطين وبناء الكوادر الوطنية ذات الكفاءة المتناسبة مع متطلبات سوق العمل في منطقة الظفرة، وفيما يخص مذكرة التفاهم الثانية، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج استقطاب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية في سوق العمل بمنطقة الظفرة لتوظيفهم لدى مركز اتصال حكومة أبو ظبي بمنطقة الظفرة. شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام يوم أمس افتتاح فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر. الذي ينظمه المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه في مركز اكسبو الشارقه. شهد سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه رئيس مجلس الشارقه للاعلام افتتاح فعاليات الدوره السادسه من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر بمشاركه سبعين مصورا من مختلف انحاء العالم. يقدمون اكثر من 1600 صوره وعمل فني ملهم من خلال 45 معرضا فرديا وجماعيا. تقدم برؤية فنية بصرية ملامح مؤثرة من تجارب وقصص المجتمعات عبر العالم وتبرز الدور الهام للتصوير في التأثير على حياة الأفراد والحفاظ على البيئة والكائنات وعقب الافتتاح تجول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في أروقة المهرجان واستمع سموه إلى شرح من المصورين المشاركين حول أعمالهم المعروضة وتفاصيل قصصها كما تعرف سموه على الجوانب الفنية للصور المشاركة والتقنيات المستخدمة في التقاطها وتاكيدا على تاثير الصوره الفوتوغرافيه ومقدرتها على صنع التغيير وتحقيق الاستجابه الفاعله من قبل المجتمعات تجاه مختلف القضايا الانسانيه في العالم تم تكريم صاحب صورة التقطها لطفل لاجئ ظهر فيها منغمسا في قراءة كتاب وهو يبحث عن البلاستيك والخردة داخل حاويات المهملات واستكمال لرسالة الصورة على المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير عن تحمل كامل تكاليف التعليم المدرسي للطفل لجسد المهرجان بذلك رسالة الشارقة في التفاعل مع لغة العدسة وخطابها البصري الإنساني المؤثر قصة الصورة أنا كان نهار مثل حيلا نهار خلص شغلة بالمكتب ونازل على الورشة بتفاجأ إنه بشوف هذا المنظر صبي قاعد عم بيقرا يعني الطرف برميل الزبالة هو صار عنده مثل البنك نحن منقض، كنا عم نقعد عليه بالمدرسة ما استوعبت المنظر أول شي ضليت ماشي أخذت معي شوية وقت استوعبت المنظر رجعت أريار قلت أنا أكيد بكون كبل الكتاب يعني عم بقلب فيه بتفاجأ إنه لا قاعد بعده بعده عم بقلب فيه للكتاب استوقفنا هذا المنظر وصورت الصورتين فرحتي صارت فرحتين من بعد ما الصوره اخذت تقدير وقدرت نحن من خلال معرض اكسبوجر والقلب الكبير نقدر نحن نغير له حياته لحسين وما ويتكفلوا هنا بتعليمه ونحن ما يكون في بقى ولا اوبستاك بوجه تعليمه لحسين بوجه طموحه انا بدي تكريم انه ينصب بمصلحه حسين واليوم ما بننسى انه مثل حسين في 10000 واحد مثل حسين ان شاء الله من خلال هذا التكريم ودولة مثل الامارات اللي هن عن جد يعنوا بالأهمية العلم انه ما بقى نشوف ولا على الطريق بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي يوم امس مع معالي داتو السيف الدين عبد الله وزير خارجيه ماليزيا علاقات الصداقه الاماراتيه الماليزيه ومسارة التعاون المشترك بين البلدين سبل تعزيزها في المجالات كافة أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال الاتصال متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا والحرص على تطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع معالي شاه محمود قريشي وزير خارجيه جمهوريه باكستان الاسلاميه العلاقات الاماراتيه الباكستانيه وسبل تعزيز وتنميه افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافه استعرض الجانبان تطورات الاوضاع في المنطقه وجهود ترسيخ دعائم الامن والاستقرار بها وبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش في قصره يوم امس سعاده جابر حميتي سفير جمهوريه كوسوفو لدى الدوله وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دوله الامارات وكوسوفو وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما واكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ان العلاقات بين الامارات وكوسوفو تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات بدعم ورعايه من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما الى مزيد من النماء والرخاء. شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيره التغير المناخي والبيئه في جلسه وزاريه رفيعه المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في الشرق الأدنى والذي نظمته حكومة دولة العراق تحت شعار التعافي ومعاودة التشغيل الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضرارا وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونوهت معاليها إلى الحاجة الملحة لجعل أنظمتنا الغذائية الحالية أكثر استدامة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر تغيير أساليبنا بإنتاج واستهلاك الغذاء، مؤكدة معاليها على سعي استراتيجية دولة الإمارات للأمن الغذائي إلى ضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على طعام آمن وكافن وكافٍ وكافٍ ومغذٍ بأسعارٍ معقولة عن طريق اعتماد مواصفات البطاقات التعريفية للمنتجات والدليل الإرشادي الوطني للتغذية كدليل تثقيفي موحد حول الاغذيه والطعام الصحي. وقعت وكاله انباء الامارات امس الاربع اتفاقيات للتعاون الاعلامي والتبادل الاخباري مع كبرى القنوات التلفزيونيه والمحطات الاذاعيه في امريكا اللاتينيه ومنطقه البحر الكاريبي، وذلك في اطار تعزيز حضور وام على الساحه الدوليه مزودا اعلاميا موثوقا باللغات المختلفة استكمالا لجهود الوكالة في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وقع سعادة محمد جلال الرئيسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات مع كل من مستشار تنفيذي أول المدير التنفيذي في تلفزيون وراديو أرتيار ونائب رئيس العمليات والأخبار والرياضة في تلفزيون كاراكول ونائب مدير عمليات الأخبار في شبكة ميجا تي في ونائب رئيس مجموعة سياس اس اي ان الإعلامية اتفاقية التعاون الجديدة ليصل إجمالي الشركات الموقعة إلى 15 اتفاقية تعاون إعلامي وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في جناح الشباب بإكسبو 2020 دبي إلى تعزيز روابط التعاون الإعلامي المهني بين وكالة أنباء الإمارات والمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية العالمية في مجال التبادل الاخباري والمحتوى الاعلامي وتأسيس علاقات صداقة وتعاون مستدام بين المؤسسات الاعلامية في دولة الامارات وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبموجب الاتفاقيات يتبادل جميع الاطراف الاخبار اليومية باللغة الانجليزية واللغات الاخرى والصور والفيديوهات لغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الخاصة بهذه المؤسسات الاعلامية وشركائها حول العالم عقدت اللجنه العليا المنظمه لمعرضي الانظمه غير الماهوله يومكس والمحاكاه والتدريب سميتكس 2022 والمؤتمر المصاحب لهما تحت الرعايه الكريمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زاد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه خلال الفتره من الحادي والعشرين الى الثالث والعشرين من فبراير الجاري عقدت اجتماعا لممثلي البعثات الدبلوماسيه والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدوله وذلك بهدف تسليط الضوء على فعاليات وجدول أعمال نسخة هذا العام من المعرضين التقرير التالي والتفاصيل بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس والمحاكاة والتدريب سيميتكس 2022 والمؤتمر المصاحب لهما اجتماعا تعريفيا على مستوى الاستعداد والتنظيم والاجراءات المتبعه الى جانب التركيز على اهميه نسخه هذا العام من المعرضين اللذين ياتي تنظيمهما من قبل شركه ابو ظبي الوطنيه للمعارض بالتعاون مع وزاره الدفاع وبدعم من مجموعه ادج الى جانب مجلس التوازن الاقتصادي توازن وناقش المتحدثون خلال الجلسه اهم المجالات التي سيركز عليها معرضا يومكس وسمتكس من الابتكارات والتقنيات في قطاعات الانظمه غير الماهوله والمحاكاه والتدريب وصولا الى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث من المتوقع ان يشهد الحدث حضور جمهور عالمي يتضمن وفودا حكوميه ومجموعه من الوكالات والجهات والهيئات المدنيه المتخصصه في هذه القطاعات الحيويه وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل مؤتمر المصاحب للمعرضين المقام تحت شعار أنظمة ذاتية بلا حدود طفرة هائلة وآفاق واعدة والذي تنطلق أعماله في العشرين من فبراير ويجمع نخبة عالمية من القادة والخبراء والمسؤولين في هذه القطاعات تعزز هذه المعارض القدرات المختلفه للقوات المسلحه وللمشتركين والمشاركين في كيفيه التعامل مع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقه من جميع المنظمات الارهابيه او من اي مصدر تهديد اخر حقيقه هذا المؤتمر او هذا المعرض ياتي ايضا في سلسله المعارض التي تقوم بها وتقدمها دوله الامارات العربيه المتحده والتي هي سباقه حقيقه في طرح كل ما هو جديد وهذا كما اسلفت يسهم في تعزيز القدرات الدفاعيه للجميع. نحن كملحقين عسكريين اليوم مشكوره وزاره الدفاع في دوله الامارات العربيه المتحده قدمت لنا ايجاز بالتعاون مع القوات المسلحه الاماراتيه كامل ومتكامل عن الاستعدادات لهذه المعارض وكيفيه التعامل معها والاجراءات التي ستتم ان شاء الله خلال فتره من 20 الى 23 فبراير. نحن بدورنا ونيابه عن جميع الاخوان اشكر دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وممثله بوزاره الدفاع والقوات المسلحه الاماراتيه على اتاحه الفرصه لجميع الملحقين للاطلاع على كل الخطوات القادمه هذا المؤتمر يعزز قدرات دولة الإمارات المتحدة وحلفائها في التصدي لمثل هذه التهديدات التي تتعرض لها الإمارات وأي دولة أخرى متقدمة ومتطورة الحمد لله يعني المشاركة دائما قوية في هذه المعارض التي تقام عندنا في أبوظبي عندنا دول جديدة مشاركة لأول مرة وكذلك عندنا أجنحة مشاركة لأول مرة بالإضافة إلى شركات جديدة بعد تشارك بمنتجات جديدة اللي بيعلن عنها في نفس المعرض إن شاء الله الاجراءات المتبعه في المعارض كعاده الامارات فيها اجراءات يعني تضمن سلامه المشاركين والزوار والوفود الرسميه يعني نحن الدعم الحمد لله والثقه موجوده من الجميع في قدره الامارات وكوادرها اللي موجوده لنجاح المعرض ان شاء الله بتفوق والى اخبار اكسبو 2020 دبي والذي سيمكن الزوار الان شراء التذكره الموسميه الختاميه مع تبقي خمسين يوما فقط على ختام الحدث الدولي وذلك مقابل 50 درهما فقط اضافه الى ذلك تتيح الفتره بين الرابع عشر والثامن عشر من فبراير لحاملي التذاكر الموسميه احضار صديق الى اكسبو للاستفاده من تذكره لمده يوم واحد صالحه حتى الثامن والعشرين من فبراير وتشمل قائمة أبرز الفعاليات المرتقبة احتفالات الأيام الوطنية بالإضافة إلى انعقاد أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش والاحتفال باليوم العالمي للمرأة وستكون هذه التذكرة الموسمية الخاصة متاحة من العاشر من فبراير ويتاح لحامل التذكرة الدخول غير المحدود حتى ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي في الحادي والثلاثين من مارس من عام 2022 والى اخبار الرياضه حيث انهى الجزيره مشواره في النسخه الثامنه عشر من كاس العالم للانديه 2021 في المركز السادس بعد خسارته امام مونتيري المكسيكي بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد في لقاء الفريقين على ملعب استاد النهيان بابو ظبي، الذي شهد تفوق مونتيري طوال شوطي اللعب منتزعا فوزا مستحقا قاده الى المركز الخامس، وتاثر الجزيره في اللقاء بخساره سته من عناصره. كما تأثر أداء الفريق نتيجة اهتزاز شباكه مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة بالهدف الأول الذي أحرزه عمر التراوري عن طريق الخطأ في مرماه ليتمكن بعدها الفريق المكسيكي من إضافة الهدفين الثاني والثالث بواسطة روجيليو فونيس وسيزار مونيتيس كما حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا صعبا على الهلال السعودي بهدف دون رد سجله روماليو لوكاكو في المباراة التي جرت أمس الأربعاء على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات 2021 وضربت تشيلسي موعدا مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية والتي ستقام يوم السبت المقبل فيما يلعب الهلال مع الأهل المصري على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وصعدت تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه في ثاني مشاركة له في البطولة بعد نسخة عام 2012، ليحصل على فرصة تحقيق لقب البطولة الأولى له في تاريخ البلوز. نشرتنا مستمرة معكم ونقرأ فيها أيضا. مباحثات هاتفية بين الملك سلمان وبايدن. نجاه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبه من محاوله اغتيال اهلا بكم بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الامريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائيه بين البلدين واخر التطورات في الشرق الاوسط وجرى خلال الاتصال التاكيد على العلاقه الاستراتيجيه التاريخيه التي تربط المملكه والولايات المتحده الامريكيه واهميه تعزيز الشراكه بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق امن واستقرار المنطقه والعالم واكد العاهل السعودي اهميه استمرار وتعزيز التعاون الامني المشترك في مجال مكافحه الارهاب وتمويله مثمنا التزام واشنطن بلاده بدعم المملكه في الدفاع عن اراضيها وحمايه مواطنيها وبموقف الولايات المتحده الامريكيه بوقوفها الى جانب السعوديه وتامين احتياجاتها الدفاعيه لتعزيز الجهود المشتركه للحفاظ على امنها وامن المنطقه واستقرارها قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبه ان رئيس الوزراء نجا دون اذى عندما اصابت اعيره ناريه سيارته في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس واصفا ذلك بانه محاوله اغتيال واضحه وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان الدبيبه كان عائدا الى بيته عندما اطلق اطلق الرصاص من سياره اخرى ليتم احاله الواقعه الى النائب العام للتحقيق وأفادت التقارير بانه لم يتم القاء القبض او التعرف على منفذ محاوله الاغتيال حيث لاذوا بالفرار وكانت بيبا قد عين رئيسا للوزراء في مارس رئيسا لحكومه الوحده الوطنيه التي كان الهدف منها الاشراف على الفتره التي تسبق الانتخابات في ديسمبر قالت الولايات المتحدة إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا في وقت أكدت فرنسا أنها حصلت على تعهدات من الكرملين بألا يحدث تصعيدا إضافيا وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي قائلا لقد وصلنا بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا لن نعطي أرقاما محددة لكنها مستمرة في الزيادة مشيرا إلى وجود أكثر من مئة ألف عسكري حاليا وأضاف كيربي نحن نرى أيضا مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها مشددا على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تعزيز قدراته العسكرية وأنه كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات ويعزز قدراته ويواصل زعزعه الاستقرار في وضع متوتر للغايه بالفعل افادت وكاله الاحصاء الكنديه امس الاربعاء ان عدد سكان كندا وصل العام 2021 الى نحو 37 مليونا بمعدل نمو اسرع بمقدار الضعف مقارنه باكبر اقتصادات الدول المتقدمه الاخرى في العالم، ويعود الفضل في ذلك الى الارقام القياسيه للهجره، وقالت الوكاله في بيان حول التعداد السكاني للاعوام بين 2016 و 2021: شيء واحد لم يتغير منذ خمس سنوات وهو ان كندا لا تزال الدوله الاسرع نموا سكانيا في مجموعه الدول الصناعيه السبعة. نهايه هذه النشره دمتم في امان الله